يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض أصحاب المحلات بوضع حواجز أمام محلاتهم مع العلم أن الطريق عام والبلدية قد منعت من هذا، فهل إذا لم أجد موقفا للسيارة هل لي أن أزيلها ويكون عملي مباحا؟ لا، ما تزيلها، ما يزيلها إلا صاحب السلطة، لأنك لو أزلتها حصل بينكم مشادة أو مضاربة، من يخلصكم؟ لا، تشتكي على الشرطة، على الشرطة، مركز الشرطة يجون ويغيرون هذا الشيء، ما أحد يزيل بيده إلا بأمر ولي الأمر خشية من الفتنة.